مرحبا بكم، بيانفوني، ويلكم تو راشا بودكاست. هذا البودكاست موجه لأي واحد حاب يتعلم كيفاش يحافظ على الصحة تاعو، وكذا مواضيع أخرى مهمة لكل واحد فينا. راشا بودكاست الكونتينو ديالو سوغا سورتو ميديكال، راح يعطيكم معلومات ام تي بو ديتايي ولا دراسات على بعض المعلومات الطبية، وراح نجاوب فيه بيان سور على الأسئلة اللي تجيني في انستغرام ولا على لي فيديو تاعي في يوتيوب. دونك قبل ما نبداو، تفكروا باللي هذا البودكاست ولا راشا بودكاست لا يمثل أي نصيحة طبية شخصية. Hello everyone، إن شاء الله راكم بيان، إن شاء الله راكم بخير، إن شاء الله راكم بصحة جيدة. معكم رشا بيا، مرحبا بكم في الحلقة الأولى نتاع البودكاست تاعنا، البودكاست المفضل، إن شاء الله يولي المفضل تاعكم. اليوم راح نهضروا على البينتس والبينتس بارر، ولا الفول السوداني وزبدة الفول السوداني، ولا بالعربية تاعنا الكاوكاو. عجبوس بزاف يحبوا الكاوكاو، وإن شاء الله اليوم تعرفوا الحقائق نتاعو، وبلاك وعسى ولا لا تبدلوا رايكم وتنفعوا الناس تانيك وتنشروا لهم هذه المعلومات باش يعرفوا الحقيقه نتاعو. الفول السوداني ديجا ولا الكاوكاو هو من عائله البقوليات، very popular، يعني كاع ناكلوه. انا ما ناكلوش اون فاونتاز، نسبوه بارتو برا، ناس تاكلوه مع لاتاي ولا جوست تحرش كتحب. لي ستوديون تاع لافا كيما حنا كنا بكري نخرجوا نضربوا فيها كاوكاو ويتو. دونك اي لي ديسپونيبل، ساهل ومتواجد بارتو. مالوروزمون للاسف ماشي كامل نقدروا ناكلوه، كاين اللي عندهم الرجي، كاين مساك ما يقدروش ياكلو، انفان جو با دير مساك، كاين ما يقدروش ياكلو كابابل يتسبب لهم مام في الوفاه. دونك في الحلقه تاع اليوم وهذا البودكاست راح نشوفوا ونناقشوا اسكو الكاوكاو ولا الفول السوداني ولا البينت باتر از ات جود اور نوت، اسكو مليح ولا لا لا. دونك تقدروا تكومونتيو في لا سيكسيون دي كومونتير، تخليو لي رايكم وتناقشوا عليهم، وبيان سور تقدروا تخلوا لي اسئله نقدر نجاوب عليهم في دي بودكاست وهاد اخرين. نبداو بالفوائد ولا بلوتو بالمكونات نتاعو. الكاوكاو هو كيما قلت لكم من عائله البقوليات، نلقاو فيه بزاف بروتينات، وكيما تعرفوا لي سبورتيف يبازيو بزاف عليها. فيه هكا كاش 25% دي زابور كالوريك نورمال تاع بروتينات، فيه 20 غرام تاع الكاربس مش معناتها 13%، وفيه 50 غرام من الفاتس ولا الدهون واللي هي 72% من الكالوريز. دوك البروتينات اللي فيه يقول لك ملاح بزاف، سوفكو ما كانش ان اسيد اميني اسونسييل اللي هو حمض الميثيونين. هذا حمض الميثيونين هو لازم يكون عندنا وما نقدرش نخدموه، الجسم تاعنا ما يقدرش يشق يخدمه، دونك نصيبوه في الاكل. وهو هذا الميثيونين مهم جدا لصناعه البروتينات الجديده داخل الجسم. مثلا كي يكونوا ديروا ان ايفور فيزيك ولا جهد عضلي باش نخدم لك بروتينات جديده داخل الخليه، لازمنا هذا الميثيونين. هو تانيك قليل الكابس، دونك يقول لك مليح لامراض السكري. تعرفوا امراض السكري مشكل تاعهم هو الانسولين والسكر طالع في الجسم، دونك في كو ما فيش بزاف الكربوهيدرات كما قلت لكم قبيل، فيه 20 غرام ولا 13% من الكالوريز. دونك ينصحوا للناس اللي مرضى بالديابات وناس تانيك اللي هما على رجيم low carb high fat كيما انا مثلا. الرجيم تاعي ما ناكلش كربوهيدرات بزاف، وناكل بزاف الدهون والبروتينات. والدهون تاعو تاني كيقول لك بلي فيه اوميغا 3، سوف كو فيه اوميغا 3 صح، ما عادش نقول لك ما فيهش، مي تاني فيه بزاف الاوميغا 6. الاوميغا 6 اللي هي حاجه كنت تعرفوا قلتها لكم في الانستغرام، قلتها لكم في يوتيوب في فيديو يوتيوب، بلي هو ماشي مليح على خاطر كي يكون توازن هذاك الاوميغا 6 اكثر من الاوميغا 3 كما في الدهون النباتيه والزيوت النباتيه، هناك هو وين راهو الدونجي الكبير، هذاك هو وين يكون سبب الالتهابات الكثيره الكثيره. ان شاء الله حتكون عندنا حلقه خاصه على الالتهابات والاوميغا 6 خصوصا في الحلقات الجايين تاع هذا البودكاست. دونك واش فيه تاني؟ فيه المعادن والفيتامينات اللي فيتامين او مثلا، فيتامين بي 3، فيتامين بي 6، والمعادن كيما المغنيسيوم الكوبر والمنغنيز.
مالوغوزمون الكاوكاوي الفول السوداني ولا البينتس يتسبب في الحساسيه ولا فود الرجي. فود الرجي هذه واش معناتها؟ معناتها انت كي تاكل حاجه مثلا تجوز على الجهاز الهضمي ما تتهضمش مليح، وكي ما تهضمش مليح تصارها اون ابسوربسيون كميه دو مانيير ماشي مليحه للجسم على شكل بروتينات، وهاد البروتينات الجسم الا ماهوش مهضوم الجسم يتعرفش عليهم، كي ما يتعرفش عليهم الجسم راح يدير لك استجابه مناعيه معناتها يعيطك الخلايا المناعيه باش يروح يقضيوا عليه، راح يكون افراز بالسيتوكاينز. السيتوكاينز هذوما راح نهضروا عليهم ان شاء الله، هما دي ميساجي يبعثوهم الخلايا المناعيه باش تستنى استجابه ولا وبدا يكون افراز الهيستامين. دونك انسان تلقاه يحك الجلد تاعو، كان انسان تلقاه دقات القلب تزيد ويلقى يعطس، او كباب يتسبب في كيكون بزاف استجابه مناعيه قويه بزاف تستجيب تكون في سبب الوفيات. دونك بزياده لازم تعرفوا بلي احنا ما نصابوش بالحساسيه كي نزيدوا، لا بلوبار دونتر نو ما تحكملاش الحساسيه كي نزيدوا ولا عند الولاده. باغ كونط هاد الحساسيه تتطور مع الوقت، دونك تقدر بالك تاكل وتجيك تحكمك الرجي تولي تقدر تاكلها مره ما يصالك والو، مره ثانيه ما يصالك والو، ثلاث فوا حتى يجي نهار وتخدم تحكمك الالرجي. هذه نسموها البيلت اب، بيلت اب الرجي. دونك كاين واحد الماكولات معروفين ومن بينهم الكاوكاو عند بعض الاشخاص. اون بليس دو تو سلا الكاوكاو يا اخي قلت لكم من عائله البقوليات كيما الصويا، وفي زوج يكبروا تحت الارض معناتها كاين واحد الفطريات يكبروا معاهم اللي هو الاسبرجيلوس. هذا الفطري اسبرجيلوس هو مصدر واحد لاتوكسين ولا ماده سامه خطيره ومسرطنه ولا كارسينوجين من مسببات السرطان اللي يسموها الافلاتوكسين. الافلاتوكسين تقدروا كي ناكلوا كاوكاو مثلا نقدروا نكونوا مقاومين ليها على المدى القصير، ولكن مالوغوزمون يا لون تيرم ولا على المدى البعيد صدقوني ما فيهاش خير، على خاطر المناعه تاعنا تضعف والافلاطوكسين هذيك تزيد، وعلى خاطر الاسبرجيلوس هذاك الفطريات حنا ناكلو لوخر الكاوكاو تزيد داخل الجسم، دونك الجهاز المناعي تاعنا ما يوليش قادر عليها. كاين مام دراسات ربطوا التعرض لهذا الافلاطوكسين مع عفانا الله وإياكم سرطان الكبد وتوقف النمو عند الاطفال. دونك شوفوا فيها اتونسيون الدراري سي وما تمدوها لهمش بزاف، والتخلف العقلي. دونك يا جماعه البينتس ولا ياكلوا بزاف البينات باتر يفو فيغ تري 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 اتونسيون. الكاوكاو تالمو رخيص سعر تاعو رخيص بارابور لي زوطر، لازم منه بزاف كميات. دونك كي يجيو يزرعوه واش يديروا له؟ تخيلوا كميه المركبات الكيميائيه اللي يرشوه والمبيدات باش تكون عندنا الانتاج كبير وتكون الكميات تاعو كبيره. يفو فيغ اتونسيون. دونك نون سولمون راكم تاكلوا لي كاكاوات، راكم تاكلوا معاها هادو كاع لي قلت لكم عليهم، وزيدوا المبيدات الحشريه. تقدروا تقولوا لي مي نو انا كي راح نشري البينتس بار راح نشري اورغانيك. وي تشري اورغانيك مي سا نونباش با يكون فيه هادوك الاسبرجيلوس الفطري الفطريات هادوك، ويكون فيه الافاتوكسين التوكسيك هذيك ولا الكارسينوجين. وبلا ما نهضروا على البينتس بار ولا زبده الفول السوداني اللي تلقاها في الاسواق معمره بالسكريات، دونك هما الهم تزيدوا لها السكر وزيدوا لها دهون غير صحيه ومشي مليحه. دونك جو نتروف با جوسكا بريزون علاش بليزيور سبورتيف ياكلوها. جو فو دي لا فيريتي سي نو سولمون ماشي مليحه، اي اون بليس دو تو سلا سا سا افيك لو سكر والدهون هذوما، دونك يفو ايفيتي. اي ما راحش نخليكم هكذاك بيان سور. السؤال اللي يقول لك كيفاش نعوضو انا سبورتيف لازم لي بروتين وكذا سي امبورطون بور مو، يا اي سوليوشن يا اي سوليوشن اتو بون جو في با مونتير اني با اوسي رخيصه كيما تاع الكاوكاو، مي حاجه مليحه وطبيعيه ومتاكدين منها تقدروا تخدموها نتوما في الدار وصحيه 100%. دونك واش تجيبوا؟ تجيبوا اللوز. اللوز هذا يتقشروه، القشور هذيك ماشي مليح جو فو دير بيان سير في ان اوتر ايبيزود واحد ونكسبليكيو اون ديتاي علاش. دونك ترحوه بيان، وكي ترحيوه تقدروا تزيديوه تزيدوا له جوز الهند او بيان كوكونات اويل، جوز الهند مغرفه ولا زوج، وتقدروا تزيدوا له بيان سور اون كويير ولا دو سا ديبون لا كونتيتي اللي عندكم نتاع الهاني ولا
العسل. مي فو فار اتونسيون لو ديابيتيك العسل هذاك بلا ما نقول الديابيتيك سي ان بروبلام ما يقدروش العسل ماشي مليح ليهم بزاف بزاف. دونك فوالا فوالا راكم جو بونس راكم ديتو اون ان اوبينيون على الفول السوداني ولا الكاوكاو. نزيدي با لا بارطاجي افيك مو فو كيسيون ولا التعليقات تاعكم في لي كومونتير والاسئله تاعكم نقدروا نجاوبوا عليهم ان شاء الله في بودكاست جايين في حلقات جايين ان شاء الله. دونك كانت معكم رشا وش نقول لكم تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم نشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله وما تنساوش صحتكم بين يديكم. سلام. ميرسي انورميمون يعطيكم الصحه قعدتوا حتى لا فان تاع ليبيزود وقعدتوا معنا في رشا بودكاست. بارطاجيو هذا ليبيزود الى عجبكم وابونيو وثاني ديونا 5 ايطوال. نشوفكم في الحلقات الجايه.